في هذا الفيديو رانا رايحين نكتشفوا واحدة من أجمل الأماكن في ماليزيا إن لم تكن الأجمل، خاصة لمحبي الطبيعة. هذا المكان المشهور بحقول الشاي الموجودة فيه، واللي صراحة أخذت لي النفس تاعي. يا خاوتي احكوا لي على المنظر اللي راه وراي. ودي اصبر عبد العظيم ما تجريش. راح تعيشوا معايا هذه التجربة لحظة بلحظة، أنا وشخص آخر عندي 9 شهور ما تلاقيت به. فلهذا تابعوا الفيديو للأخير وما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة إذا ما كنتوش مشتركين. خاوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد. كما راكم تشوفوا راني في هذه الشقة، ولا ما هي الشقة، هذه غرفة فقط لهنايا. راني في جاكرتا عاصمة اندونيسيا. كما راكم تشوفوا هذه الغرفة تاعي اللي راني ساكن فيها، وراني رايح لماليزيا دوكا باش نتلاقى بإنسان اللي عندي بزاف مشتوش، عندي قريب عام مشتوش خاوتي. يلا بسم الله. هنا اللوك، شتلوك هذه هي الحومه اللي راني ساكن فيها. كما راكم تشوفوا صباح الضوضاء اللي هنايا في جاكرتا. راني لهنايا في السونتر فيل تاع جاكرتا، في سنترال جاكرتا. هلو واحدة من الأشياء اللي نديرهم كي يكون راح نركب في الطيارة هي أني نغلف الكرطاب تاعي أونكا مش عارف يتشمخ ولا يتوسخ. هكذا الباجاج راهو مريقل، شوف مغلف هكذا، لأنه لو كان يقي كيما راكم تشوفوا شو راهو مستقل هنايا على جال ليزايروبور. خاوة دوكا سي بون فتنا، خصني واقيلا نروح باش ما نضرب فيها قهوة. أنا خايف نشرب قهوة وما نرقدش في الطيارة، راني حاب نرقد في الطيارة. هلو. Would you like a red card or cash? كريم أكاسي. من الحاجات اللي تلاحظوها تكون راكبين في الطيران تاع اسيا، في اير اسيا، هي كتشوف راكم راكبين في حافله، يعني الاخرين ماشي كونفورتابل. كما كنتم تشوفوا رجليا لهنايا راهم لاصقين في الكرسي اللي راهو قبلي، وصراحه عفسه ماشي كونفورتابل اطلاقا، سيرتو انا جاي طويل. الحمد لله اللي رحله قصيره تاع ساعه و ساعتين 10 دقائق. If smoke is present, keep low and follow the path lights to the nearest exit as indicated. Pintu darurat yang tertera di kartu keselamatan. خاوة انا اخر من يخرج من الطائرة. علاش؟ بس كنت قطعت لي الساكوشة تاعي كما راكم تشوفوا، قطعت لي الفرميتير تاعها. عاش الدير كاع الدوزان اللي كانوا فيها لهنايا تفهم في الكرطاب. ومشكلة الكرطاب تاعي سيكو راهو معمر، فيه ديجا الدوزان تاع الكاميرا. خاوة جبنا الباجاج تاعنا، الله الله، خاصني نروح للترمينال 1 باسكو خويا عبد العظيم راهو في الترمينال 1 وانا هنايا راني في الترمينال 2. يا خاوتي مساء وين الحوست عليه مساء، احنا نبعثوا في ميساج لبعضنا مازال ما وصلناش بعضنا. شو واحد شو عبد العظيم لازم يساري والله سبحان الله عبد العظيم طيبني
طيبتو صح الله طيبني خاوتي ضغل احكي لكم انا درت غلطه ما ريزيرفيتش بي دافيون البارح لا مامون نجي لهنايا البارح ونستنى ريزيرفيتو في نفس النهار اللي يجي فيه هو صح معليش واحد كبرت لا اش فيك تسكر دير العمليه عندنا 9 شهور ما تلاقيناش خاوتي لا غير صافي بليزير عندنا تلاقينا الجي نروحو نرقدو نرقدو خاوتي الخاوه كي تلاه قول هنايا المطار تاع ماليزيا كاين هنايا تصيبو وين تبدلو بون الغا تصيبو وين تبدلو الدراهم وهنايا تصيبو وين تشريو لابيس لابيس لهنايا يدير حوالي 10 يورو يقدروا يمدوا لك ايليميتي ولا تقدر تخير من اي عرض تحبو كما راكم تشوفو يدير الباسبور اسكاني I'm from Algeria. Algeria. Yes, Algeria. How was the flight? Okay. Yes, it was good. I came from Indonesia, and he came from. Okay. Yeah, and he came from Algeria. So you meet up here. Yeah. What was your experience with Abu Dhabi? Allah غير صافي بليزير وصلنا بخير. قريب ما وصلنا بس وصلنا الحمد لله. أنا بيا. أنا في تاكسي رايحين ل. البلاصة اللي راح نبيتوا فيها بسم الله بسم الله قبل ما نوريكم المنزل اللي رانا فيه حبيت نشكر راعي هذه الحلقة تطبيق فولس اللي هو تطبيق جزائري لحجز تذاكر الطيران لتقدروا تخلصوهم سواء بالذهبية السي اي بي ولا حتى الدفع عند الاستلام وهذا هو التطبيق اللي شريت منه تذكرة تاع خويا عبد العظيم وين لقيت أسعار ممتازة تقدروا تستعملوا الكود برومو تاعي فولس معمر وتتحصلوا على تخفيض تاع 2000 دينار جزائري رابط تحميل التطبيق موجود في صندوق الوصف بي هذه بين بلي تاعي زعما بدون مناقشة بلا الالوان اللي راهم هنا لا من اي روحي المهم خاوتي هذه هي الشومبره تاعي عبد العظيم راه هنايا فيها درك يخرج باسكو شومبرتي تهنا عندك في بصح اه والله كيتوبا هذه في قواده تاع الطاقه شت بلا خساره عليك انا نشوف لك شومبره ما فيهاش طاقه لازم تفتحها باش تشوف يا ما سلامت راسك افتح البره بعد ما رقدنا وريحنا شويه خرجنا في جوله خفيفه في مدينه كوالالمبور ورحنا لوسط المدينه بجانب برج التوأم دخلنا في المول الخاص بالبرج جولنا شويه شفنا الحديقه والنافوره اللي في هذا المكان العظيم خويا ما هو احساسك وانت في ماليزيا والله غير يا خالتي صافي بليزير ماغري سي لا دوزيام فوا بصح تحس شغل المره الاولى وبزاف شرح وبعدها رحنا درنا جولة في شارع العرب أو بوكيت بينتانك وين كان كاين الكثير من السياح والأجواء كانت جميلة جدا وهنا يتلقاو العديد من المطاعم والمأكولات ومعظم السياح يجوا لهنايا باش يتعشى في اليوم الموالي توجهنا لمكان ما رحنالوش في الزيارة تاعنا الأولى لماليزيا خوا السلام عليكم الآن رانا في مسجد كيف يقولون المسجد الوطني تاع ماليزيا ناشونال موسك اوف ماليزيا انا دوك نجولوا فيه ومكان جميل جدا صراحه خاوتي وعبد العظيم اللي هنايا راهو مستمتع بالجو اللي هنايا ماغي راهي سخانه والميديتي طيب شويه الحراره بصح ما شاء الله فبالتالي احنا رانا نكتشفوا في هذا المسجد ومن بعد وراها نروحوا نكتشفوا واحد الحديقه جايه غير هنايا قدام المسجد يسموها بوتانيكال جاردن نشوفوها كيفاش دايره ودوك انا داخلين لهنايا وقيلا مقام مش اسكو هادو قبور ولا والله ما فهمت واش تقول بلي هادو عبد العظيم واش هما الدعاء هذا باين بلي باين بلي قبور باسكو مدايرين هنا الدعاء تاع كيف تاع المقابر امين الله هنايا خاوتي هذا هو مكان الوضوء لهنايا شوفوا كيفاش داير شوفوا شحال كاينه من عين ورا بعضها من ثاني شوفوا شحال كاين من عين ورا بعضها كاين كاع هذو تاع وضوء امين عبد العظيم لهنايا يتوضا يا عبد العظيم ما برد ولا سخون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله المسجد الوطني تاع ماليزيا اللي راكم تشوفوا فيه دوكا اللي راني فيه الآن يتسع ل 15 ألف مصلي مشهور بالمنارة تاعو اللي طول تاعها 73 متر وكذلك بالسقف ولا السطح تاعو اللي جاي على شكل مظلة واللي جاي زرق من فوق وصراحة كي دخلت لهنا حسيت بواحد السكينة واحد الهدوء جميل جدا صلينا العصر دوكا على كل حال ودوكا رانا
رانا نشوفوا في الجمال تاع المسجد اللي جاي الارشيتكتور تاعو الهندسه تاعو الزخرفه تاعو جميله جدا. السياح الاجانب اللي ماشي مسلمين كيجوا لهنايا يمدوا لهم في الدخله يمدوا لهم واحد اللبسه جايه بنفسجيه، وصراحه انا عجبتني بزاف لانه كاين بعض المساجد مثلا في اندونيسيا ولا كي رحت للمسجد يمدوا لك واحد الغطاء برك ديروا على رجليك هكذا باش تغطي العوره وكامل، ولكن هنايا يمدوا لك لبسه كامله من الالف الى الياء ولا من النساء وللرجال كذلك، يعني الرجال يجوها تجيهم على شكل عبايه والنساء تجي فيها واحد البونيه يغطوا بها شعرهم. خاوتي هذه اللي راكم تشوفوا فيها لهنايا هو المنظر من المسجد، وهنايا من تحت شوفوا الحديقه هذه شحال شابه، كاين فواره لهنايا جميله جدا، ومنا هذه الحديقه الرائعه شوفوا شحال شابه ما شاء الله. خاوة الان رانا لحقنا لواحد الجاردان جاي بالجوار تاع المسجد الوطني تاع ماليزيا، واللي جاي الجاردان شباب بزاف فيه واحد اللاك مش عارفش كي تبان لكم راهي هنايا ورايا ورا عبد العظيم ثاني عبد العظيم معايا وانا ثاني عيت شوفوا خاوتي هذا كاع حاشاكم عرق تاع ميديتي لانه الرطوبه عاليه جدا هنايا في ماليزيا كما على بالكم، وهي واحده من الاشياء اللي انا يتقلقني في ماليزيا، والا ما كانت الشيء الوحيد اللي يقلقني لهنايا لانه صراحه ماليزيا تعجبني بزاف ما عدا في الجانب هذا تاع الرطوبه. سيبوا هنايا بزاف السياح لهنايا راهم هنا سواء ماليزيين ولا من الدول الاخرى، ورانا نتمشاو لهنا نجولوا في هذه الحديقه. صراحه هذه بالنسبه لي واحده من اجمل الحدائق هنايا في كوالالمبور. شوفوا الاشجار هنا شحال مخدومين شابين ما شاء الله. هذه الحديقه فيها بزاف حاجات، فيها بارك تاع عصافير، فيها بارك تاع فراشات، فيها اخضرار في كل مكان، فتنا الساعه على واحد المكان فيه غزال يعني مربين الغزلان وتشوفهم باطل على كل حال. كاين هذه البحيره اللي راهي ورايا راكم تشوفوا فيها جميله جدا لهنايا راني معجب بها صراحه. وهنايا متدورين بيا كاين الناس راهم يتجولوا راهم يستمتعوا بالمكان لهنايا بالاخضرار بالهواء النقي اللي راهو لهنايا، وكذلك كاين منهم اللي راهم يتمشاو كاين يديروا رياضه المشي كاين اللي يديروا الرياضه يعني فوتينغ ويجوا هنا يديروا مختلف الرياضات. فبالتالي صراحة جيت هنا راني نفرغ في الطاقة السلبية اللي راهي فيا صراحة. خاوة بعد ما قضينا بعض الأيام لهنايا في هذه المنزل اللي وريت لكم المرة اللي فاتت، اليوم أنا رايحين لمدينة جديدة لهنايا في ماليزيا، أنا رايحين نكتشفوها مدينة جميلة جدا اللي عندي بزاف وأنا حاب نزورها. خاوة أول مرة راني رايح نسافر بالفاليزة، في العادة عندي زوج كراطة برك نسافر بهم يعني كطاب واحد تاع الماتريال وواحد تاع الحوايجي، هذه المرة راهم عندي فاليزة هذه تاعي وهذه تاع عبد العظيم باسكو جاب لي فيها القطو. شكرا جزيلا بالمناسبة خويا عبد العظيم على البقلاوة اللي جبتها لي، ودوكا راني بالفاليزة أول مرة بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله نتمنوا أنها ما ديرونجينيش. بالمناسبة الخاوة في هذا المكان اللي رانا فيه حنايا كاين هذا المفتاح اللي راكم تشوفوا فيه لهنايا، وراه الشومبرة تاعي باريزومبل هذه هي الشومبرة تاعي تاع أ 33 15، أيا تحط المفتاح هنايا برك مباشرة. على كل حال دوك لازم ندير تصويرة نصورها باللي حطيت المفتاح ونبعثها لمول الشيء، ثم هذا يسموه سيلف تشيك ان ولا سيلف تشيك اوت، يعني ما كاش اللي يستقبلك ولا يقول لك هاك المفتاح انت ويوري لك الشومبرا كامل. خاوتي هذه المرة بالك الرابعة ولا الخامسة اللي راني نكب فيها في حافلة هنايا في ماليزيا، وصراحة ما زالت تبهرني بالجمال تاعها. قول لهم عبد العظيم قول لهم الله غير صافي بليزير حنونة والله الله غير خلوي. خاوتي وشحال عندكم من تسوناش هكذا كيف كيف في فلوق وراهي جايتنا بيزار خاوتي. على كل حال المكان اللي رايحين ليه يسموه كاميرون هايلاندز وفيه حقول الشاي وجاي شباب بزاف، انا شفته في التصاور مازال ما رحتش ليه، ولكن اي واحد راح ليه ونتلاقى به يقول لي لازم تروح ليه. اخيرا الخاوه وبعد 4 ساعات في الحافله لحقنا لمدينه كاميرون هايلاند، مناظر اللي شفناهم في الطريق مناظر جميله جدا، ورانا رايحين الان للهوستل اللي كريتوه هوستل جاي غريب وعجيب نوعا ما. الحاجه الشابه كامل سيكو محطه الحافله راهي هنايا والهوستل راهو غير الغاد حوالي 200 متر برك بعيده صافي حوالي 4 دقائق مشيها فقط. اخيرا وصلنا للهوستل تاعنا كما قلت لكم حوالي 4 دقائق فقط، استغرقنا كاش 5 دقائق ولا 10 دقائق درنا التشيك ان تاعنا وكامل هذوك الصوالح، والان هذا هو المكان اللي انا رايحين نقضوا فيها ليلتين. عبد العظيم ما هو احساسك وانت يا راك رايح تبات لي اول مره في هوستل؟ والله بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله غير صافي بليزير انا عجبتني والله غير عجبتني
حنونه شاب. تحياتي لابي وامي. نعم. المهم خالتي هذا هو جيك شغل المايك عليه. المهم خالتي هذا هو المكان حنبتو فيه ولا غير مليحه، شومبره صغيره هكذا فيها الغادوين تشارجي وكاين فراره الفوق، لانه هذا المكان اللي رانا فيه ماهوش يعني ماهوش سخون كيما كوالالمبور فيه البروده. الدائرة هنايا شويه رسومات وكامل نهار غير دورايمون هذا ايرك نورمالمون. هذا المكان يا خالتي باقي ما عرفتهمش. ودايره هنايا ثاني اللباس التقليدي الماليزي كما راكم تشوفوا، هذه القبعه اللي يلبسوها الماليزيين على بالي اسكو شفتوها من قبل ولا لا. ومن هذا المكان هنايا هي قاعه مشتركه يعني الناس يجوا يريحوا لهنايا. هذا المكان خلصته خالتي ما قلت لكمش على السعر تاعو، خلصت سعر الليله في هذيك الطونت اللي قلت لكم عليها غاليه شويه على كل حال، ولكن ما لقيت لانه حتى البارح باش ريزيرفيت فبالتالي قامت لي شويه غاليه. اعتقد ان استقامت لي الليله الواحده 11 ولا 12 يورو اللي نوعا ما غاليه. عبد العظيم راهو فرحان في كاميرون هايلاندز كما راكم تشوفوا، راهو يصور راهو كسائح اليوم خاصه انه جاب الفاليزه. جبت الفاليزه لافاليز لافاليز. يا خالتي على كل حال انا حابين نروحوا نكتشفوا الجهه اللي فيها حقول الشاي، وين مكان جميل جدا واحد لافي شفناها بزاف شابه كي كنا جايين لهنايا. اخاوتي ليكو ليكو الطريق لهنايا شحال شابه، شوفوا الاخضران من هيك مش عارف اسكو يبان لكم زوميكم شويه تشوفوا، شوفوا الطريق شحال نقيه، صوت منا صوت الطبيعه مع انه هذا الماء راهو لهنايا تاع الواد ولا ما على باليش. شوفوا الطريق شحال نقيه ما شاء الله عليك. وعبد العظيم لهنايا تلوث. تلوث لا لا، عبد العظيم ارتيست خاوتي، عبد العظيم موديل ليكو ليكو ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم خاوتنا الاعزاز، اللي معكم عمر ايموبيلي، اليوم جيناكم بقطعه ارض 2.5 ار نعم، موقع جد استراتيجي. عندك هنا طريق ذا شكاين طريق برك الحوانت ما كاش فوق اطلع الفوق، بصح كاين طريق صافا حشيش ماشي نورمال ماشي نورمال، شوف ماشي نورمال مرفتش ماشي نورمال. خاوتي سمحوا لي ولكن المكان اللي رانا نمشيو فيه دوكا سبحان الله خلاص جميل جدا خاوتي، راني نمشي في وسط الطبيعه، طريق نقيه، طوموبيلات ما يديروش الحس بزاف، ما كاش بزاف زعما الحس هذاك الكبير تاع الطوموبيلات. على كل حال بقى لنا حوالي 15 ولا 20 دقيقه باش نلحقوا المكان اللي قلت لكم عليه وين كاين المنظر الجميل، بلاك نشربوا فما كاس اتاي ولا قهوه ولا كاش حاجه. الخاوة اخيرا رانا لحقنا للمكان الخلاب اللي راني نشوف فيه دوكا وراني حاب نوريه لكم. كما راكم تشوفوا كاين كافيتيريا راهي ورايا، دوك نشرو فيها كاس اتاي ولا قهوه ونقعدوا هنايا ونقابلوا خاوتي هذا المنظر الجميل. سبحان الله يا خاوتي شوفوا شحال شابه، شوف شوفوا هذه البلاصه شحال شابه. واو هذو كامل حقول الشاي خاوتي، وهذا المكان مشهور بهذا المنظر اللي راكم تشوفوا فيه بحقول الشاي. وسبحان الله غير جينا لهنايا الشتا بدات تطيح بزاف، مش عارف اسكو راهي تبان لكم ولا لا، بصح الشتا راهي تطيح غزيره جدا. عبد العظيم ما هو احسن، شوف شوف شو المنظر تاعك هذاك شغل راك شباب هكذا. زينت 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 والله غير سبحان الله بزاف شابه صافي بليزير يا عمري. راك ما قدام الكاميرا العظيم ما تعودش عليك هكذا، واش بيك واش بيك واش صرالك واش صرالك؟ تسع شهور ما شفتنيش بزاف ما بنتش في الكاميرا والله. لا تحرجني بالقرف كي راه احرجك بالرف. هاي Can I have two tea tariq? Okay. And one opera cake? Opera cake, one. Opera cake, yeah, one. That's yeah. all. That's all, yeah. Okay. عبد العظيم راح يجرب تي تاريك لأول مرة. فيلكو تاع نورمال شغل اتاي بالنعناع عادي ماشي بالنعناع بالحليب. الحليب والله ما تسبلو بزاف. عبد العظيم راهو رايح يجرب الدرون لاول مره في حياته. اوه عندك الخيط برك والله غير مهبول. الان
الخاور انا هبطنا انا في وسط حقول الشاي وخلصنا 4 رينغيت للشخص الواحد باش دخلنا لهنايا. 4 رينغيت اللي هي حوالي 20,000 فقط. المنظر لهنايا صراحه جميل جدا. عبد العظيم كان يقول لي بالليل لو كنا هبطوا هنايا ما توليش شابه، بصح العكس كي رانا لهنايا تشوف الاخضرار قدامك والمنظر هكذا كبير بزاف وراك، يعني منظر جميل جدا. انا هابطين نكتشفوها ونشوفوا واش كاين واش ما كاش. يا خاوتي واحد الهدوء واحد السكينه راهو هنايا، والله شعور لا يوصف. شوفوا انا واحد من الاشخاص اللي نحب الاخضرار اكثر من اللي نحب البحر وال يعني الجو تاع الشواطئ وكامل. الاخضرار ياثر فيا بزاف، واخضرار كيما هذا اللي جاي يعني برو ماكس وفيه الهدوء فيه شويه زقزقه عصافير، والله راني مستمتع بهذا المكان صراحه. ننصح لاي واحد يجي لهنا لماليزيا يجي لهذا المكان يمد له يعني يجي بالحافله كيما حنايا مع الصباح بكري، يقدر مام في نهار واحد يجي الصباح بكري في الحافله الاولى كامل يجي هنا يضرب جوله في هذا المكان اللي راني فيه والحشيه كامل يعاود يولي لكوالالمبور ولا حتى يقعد هنايا ليله كامله. يا خاوتي احكوا لي على المنظر اللي راه وراي، سبحان الله. ديسيدينا اننا نروحوا لغاد لهذيك البلاصه اللي وريتها لكم بالدرون، هذه اللي راهي لهنايا. طريق بعيده ولا قريبه؟ بعضها هي بعيده وما نشريك دين. المهم خاوتي هم قالوا لنا لهنايا لازم تفوت 20 كيلومتر مربع. يا ودي لا 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 كيلومتر مربع كيلومتر في الساعه. يا ودي اصبر عبد العظيم ما تجريش 20 كيلومتر اصبر. بغيت يديروا لنا بروسي لا غير تحرش. صورني 20 كيلومتر في الساعه صورني. رانا هنا خاوتي. نعم معمر يدخل الحقول ليصطاد بعض الشاي. انا نمشو في كاميرون هايلاندز، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سيلفي والبلاكه خلفي. خاوتي دوك ندير لكم كوليكسيون تاع لي بلاك. ديسيديت انا والله العظيم كنا نتناقشوا في الموضوع هذا هنايا مؤخرا وقررنا انه دوك نصوروا مع لي بلاك ونحطوهم لكم، لانه لي بلاك هذو جميلين جدا. ودوك في اي بلاكه جديده اللي ما عندناش في الجزائر نحطوها لكم، مثلا كيما البلاكه هذه ثاني. هذه بلاكه تاع الطريق ضيق معناها من الطرفين. طريق ضيق من الطرفين، بصح شوف شحال شابه. شوف شحال شابه خاوتي. دوكا كي رانا هابطين صبنا هذو الديور اللي هنايا يسكنوا فيها الخدامين اللي يخدمون لهنايا في هذا المكان فوق وين شرينا الساعة الشاي هذاك وهذاك الكعكة. وإيماجينو خاوتي تنوضوا الصبح منا تخرجوا من الباب وتقابلوا هذا المنظر. إيماجينو خاوتي ليك وليك وهم دايرين محبس بصروالجين علامة ليك زوج صروالجين وفيهم الصبابط وكاع ليك شو راهم قاعدين. يا خالتي ليكو في وسط حقول الشاي وكامل كاين هذا الشلال خفيف جاي في واد. شوفوا الواد هذا كيفاش فايت منه سبحان الله. الله يا على موصاي اخيرا وصلنا للمكان اللي كان مقابلنا الساعه. فيه طاقه شمسيه لهنايا تشعل الضوء باش يبان في الليل. ها هو هنا لهنايا واو لينا منظر منه الخاوه. كي لحقنا لهنايا لهذه البلاكه اللي راهي ورايا اخيرا رانا لحقنا لنهايه فيديو اليوم. تلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. الى ما كنتوش مشتركين في القناه تشتركوا وما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتخلوا لنا تعليق تحت ايجابي يقولوا لنا واش رايكم في الفيديو تاع اليوم.